Abdi Iman, now known as Sheikh Abdi Iman. The term Sheikh in Arabic language is translated as an Arabic leader, in particular the chief or the head of an Arab tribe, a family or a village, a leader in Muslim community or an organization. He was born in the early 1960s at the outskirts of Wajir town, a location known as Gulik Dere. He has started his early life as an Islamic student learning the Holy Quran. After some years, he has graduated from the Holy Quran. Then he has started learning fiqh and the Arabic language. After graduating, now as a Muslim scholar, he was given a go-ahead of teaching the Holy Quran as a teacher in Wajir town and some areas of Moyale town. لا ناس اللي بيحيو حق الدينية دي اللي قبل حين هو الشيخ عبدي مركب ورانا معلم بانها وكسي هوري وذلك حرم هذا وحريستي قرآن كيو علوم الدين قويانها لا ناس تكرد اللي بيحين هو سلطان انتاس يا مرعي دي وقاكو بانيهاي يا ناس تايدا انتا كالي دا دايدا انا وحان لشي لحظنكي وحان كل شيء تولا كترسان وجار الساوت أول إلى هذا قليد دير واقع بادية هاي حدنا وتولا وأنا قاب أصيبة مسقط الرأس في عرب تلا هذا ما شو ماذا هذا قصور ده أحب على قبته أركوانا أساسي هذا تولا جيفلة ولا دقني هاي ويان هو وجار الساوت لحظة كده يعني يان شيء yaraantay di sidii caadada Soomaalida Qur'aanka ayaan ku horeeyay aakhirka kulkii aan dhameeyay yaa sidii garan jiray qaalin laga qaatay macallinkayga hadda wajir buu joogaa Qur'aanka ii bilaabay macallin Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa tuula xagar ayuu ma arag hadda dugsi ka hayaa alaana kadib waan xiraystay xirnimo waagi hore ee madaristan iyo waxas majri jirin iyo jaamacada iyo wadankeena hadda NFD ama Northeastern ku yara madarista marka xagga iyo dhanka Soomaaliya loo xireysan jiray marka culimada xagga wax ka soo baray jirtay way soo noqon jireen marka meeshaas aan u xireystay qaar dheere iyo ololkaas aan aad ma aragtay yaan u xireystay waxaa ii horeeyay فقيقة سفينة صلاة سومالادة بلابن جرين وهابي اقول ري مركا فقيقة سان وذي الى كتاب ارشادك اللي يراد امناج ايان اخرستي شيخ عبد الرحمن اردانا شيخ اي اها باردير والا يقانا الى طبان شيخ في سلسلة دا سعطا يكوي طبان شيخ قولكي اني قادة اللي يقول داروخ وقتي في سلسلة دا ايان كجوغني كدبنا شيخا إذن بو إسيي قوت إن أن كو أغريا وجير كتبتا يو مغالا دا مو يالا ليرادا يو شيخ إيسو إدمي وان صون نقضي وحان ما عرقتي كورا يربان هادا واغا شان إتبان جربان مركان حريسانا يي In the late 1990s, the famous scholar took his graduation of the Islamic law in Mandrasatul Al-Fathi. The Sheikh was the founder of Ma'atul Sharia in the town of Moyale. Then after some years, the Ma'at became a good reason to convert 350 Christians to embrace the religion of Islam. Kolki horta aan soo noqday oo xirnimada ay soo dhamaatay hadana dib wajeer waxaan ugu soo noqday madaristi kolki ay bilaabatay acdaadigii ugu horeeyay madrasatul fath yaan ka qaatay ثانويغنا ماشا سان كا قاتاي او ايدنا حرت ادك فوجكي اوغو ري او ثانوي كا قاتو شهاده ثانويغا بدله الفتح يعني هدنا اها هاغي شيخ محمد هادي او هلكن جوغي هشام حضار الله ونحريست لبدا واي دنتر مشايخ تنا داي اهين كبل لابا مركا لبدا شهاده قاتي ما دام حلقات ان خلفيات كلها
يعني هذا دعوتي سي ودي استن إن نود استن بدعوتي وانك باللامي حال مدرسة كأس آسي مو يالي قرمي سمي لده يعني كأس آسي ما عاد ليه هذا ما عاد شرعي أو قبائل كمستهدفة مستهدفة أنا بحني أو إسلام ماذا ما أركتي كل واه يعني ماشاس يعني مركز أقسمي إلهي وحنا لا قرب قلي إن قعنتي إن أيكو إسلامان سدح بقول يكونتون غف قبائل هذا سيدة بورنتا برجيدا غجيدا وحي صومالي أو لوكا جوغي وحي مسلم الإلهي يا قبرضا مركا ماشا حرب ما كأس آسي لبدور يا برقو تفسير كان ماشا كو أغريي حديثتنا انت انكسو بالله بأبا جمرة يا وحانجي إلى تاج الأصول يا وحان أغريي بخاري مسلم انت سان ماشا كو أغريي دعوة داس كدبنا حرتي عن وحوشك شاقي ووحبري يا أرددي عن وحبرنا مركزكي عن كسور دافي حق عن آديسي أفريكا مسلم أجنس اللهم نعريستي الشيخ عبد الرحمن سميت وكويدي أها وقارة أفريكا آد أقل شقيه خير الله سيو ننكا سآد إيقا عن قبطي أو دعوة دا في دين تيدا إلى حدود داس تلتلي إيو دولة يرادو فبورون تحقا أي دكتور يا آد إيوقا عن سيي ودعوة دا مركا إلوذي وماشي إيو يمت وبربوصل بدن إيو تقارير فرب بدن ونقريقا دي سفير كاتا سعودي قبرقا ماشي سو إيو يمت وانا جوغي نكا لجنة مسلمي إفريقيا عون المباشر اللي هجرة يا مارت ماشاس يعني وكيل لقاها كدبنا وان صو نقضي وجير بنا دانو كو صو نقضي انتا وجير صو نقضي نقارسا يعني أفر سنة دقنا وكو قرسة دي قبر عدا آن ودى جوغنو مركا ماشاس انا أفر سنة دقنا اينا قارسا بعشرة يا بسمس مو يالي يا قارسا وعانا هنين مرنا كتابك أغريو مرنا قتليون كيس إسكار رات صدو إسكامار تكنا عسي واحد سكاد أحجرو بركة ماشاء سنا دنا تكان كفر تي أو قارسة يعني دنا دكنا كدي بدنا دعوة ذي يا يقال لقبي حواي سيو إذا ما ذي بقى يرنا دنيو حقهم بعد شر هذا هو كعنا كلية وآخر سبعة لقار ربا إيو إنا بلشدي واحد ترتو بنصاب حي وحان هدنا إمت وجربة خصو نقضي وحان أساسي هذا ما عاد له إرادة ما عاد شرع سيدي كيمو يلا أوكلا يعني ما هذا ديف له إرادة حدود يعني كأساسي أنا ومركا ويا ليو سومالي وريجورا حق سومالي وكي إمانا يعني حقا كينيا ميل جونتي أو مجمع البوادي رباديها يكون كل مكران أي واحد كمارت كفا إلى يسن كران أي أي وحان يقول لي ماشا إنا المعاد كأساس وحان أركي نندن تكع عضو عادي وكتو كذي وحان ملاينا ورية عبد الرزاق إنا نكا تقانو وحوقها عبد النور حاجة لغنوقها أساقا مغادا كي إمال إنتي اللي يري يا وحوقها يا اللي يري كالا نوغوتك نندن تجنازة ديسا وحان أركي مركا قبائل لذي حقا أنكو إسلامينا يو أن دعوذو كوفي ذنه يري باديان هدانو إما أضو أفكا صوماليك وأنكليكو هالليو حقا أقونت وحوين وفرقي إنا يبقوك لدحينين ماشا مركا يوحان كأساسي معهد شرعي وحان أساسي سغاشن يلحدي كن سغابه سغاشن يلحدي أيان معرفتي يعني ماشا كأساسي معهدك ليرتي بيها بدنات أيا معرفتي اللينو اللي ديجري يا معرفتي اللي يدسي معهدك قلل إيو ميل حرتا أي فريستا إيو وحانا ربي إنا إسوافجيو نظامكي أو حكوصوها براني أو حلقاتي صوماليه التقييني إيوه نظامكي أو مدارس نظامية إنا نسوكيين أو اندماج وحلو الله ما إسفنقل أو إسلحقلان نظامكي أسان ربي إن أي صوماليه إنكي قوه ريو تجربة دا قادة إيانا وانا لقوب قوليستي لغة عربية إيوه نطقة إيوه كتابة دا وحلو قرى إيوه سيرة دا إيوه وحيالها أولن وحنكوسين يا قلاسكا كتبتها سيد الفقه يو دراسة إيه حلقة أباهن تفسير حديثنا إيه عربي أنا وحنكو سينا مزاك الحديث شل إيه تمن سنة على كل حال يا يعني المدير وما شايل يعني عن مارة لجنة مسلم إفريقيا يعني هوشا اللوذي كذب جامعة إفريقيا العالمية يا شهادة كقاتل أنا يعني وأو انتساب معد كان
ذيكا ومركا إيد أن لا أقوم سنين جامعة أي فرع أهل أن ماشى إيد ما أعرف يعني كقاتي وحنا كقاتي كلية الشريعة جامعة السودان وجامعة أفريقيا عالمية يعني شهادة جامعة ذات يعني كقاتي تاسع أنا ما أعرف تهدى يا تعليم تيدي حاجة نظامي أي يا أقص الرئيسة كل كي لقب خبرة ذي كله أنا لها حاجة دينية حاجة نظام كقول الله ذي Then after leading a bachelor life for a long time, Sheikh Abdi Iman, the famous scholar, now decided to marry. He got married in Garissa town. As his new home, he lived there for 4 good years. Now, the Sheikh was a preacher who used to translate the Holy Quran from its original text, which is the Arabic language, to the local Somali language, to the local people of Garissa town. He was also a businessman who had a shop which used to operate in the morning hours. Early 1996, Sheikh Abdi Iman, as a married man, decided to come back to his hometown, Wajir, where he has started Madrasatul Sharia, which had the same name with the madrasa he has started in Moyale. But now this time, this madrasa was located at the border point of Wajir town in a location known as Dif. In an articulate, Somali was an important center for commerce to the rest of the ancient world. According to the most scholars, it is among the most probable location for the fabled ancient land of the northern part of Kenya. During the Middle Age, several powerful Somali empires used to dominate the regional trade, including the Ajran Sultanate, the Ogaden Sultanate, and the Warsangili Sultanate. In the late 1990s, through a succession of traders with those kingdoms, the British gained control of the northern part of Kenya and some part of Somalia. Now, trying to revolve the long-mourned Somali culture, a sultan was the leader of Somali community back in the 19th century. It was a way of hereditary. Sheikh Abdi Iman's grand-grandfather, Hassanur Arale, was the sultan. After he passed away, the community crowned the eldest son of the family, Ahmed Hassanur. The third person to be crowned was Iman Ahmed, Sheikh Abdi Iman's biological father. After then, the routine was lost for some years. The Somali leadership culture was locked in a dark room. Not long before the Muhammad Suwer community in Wajir town decided to crown the fourth sultanate coming from the same family as a way of hereditary. Adi aadi weydiday sultanimada lagu doortay Sheikh Abdi oo nasle ma u leedahay ha sidii dhaqanka Soomaalida ba ah haddii kullay wax walba meel un baa laga bilaabaa sultanka kale oo la qabanayo isna waxii kuma soo degan muwaafaqa un bay ma aragtay lagu unka laakiin aniga waxaan leeyahay daraa aniga abay iman ahmed baa la yiraahdaa abay sultanimada waa loo soo bandhigay tulkiisa uu soo bandhigay waa soo bandhigeen abihiina uu kula dardaaramay oo bahal dunjoox la yiraahdo iyo ableygii iyo ushii asagu ku wareejiyay markuu dhimanayo annagoo ciyaal leh yar arki jirna awrta markii la rarayo yaa la dhihi jiray dunjooxi ma la soo qaaday ableygu duqa ma la soo qaaday ushii madoobeed aaway duqa iska wadan jiray yaan arki jiray laakiin duqa laguma caano shubin muxuu ahaa aabahay iimaan laakiin wuu u idmay markii dambena xoolo badan buu lahaa dadna ma uusan lahayn taladan meel loo farfariisanayo aniga hadda ilmahayga waa yaryar yihiine waan ku habsaamayo u dhihi jiray oo marka wuu iska dhaafay muusan aqbalin waa aabahay iimaan awowgay waxaa la yidhahdaa axmed xasan sultaan la yaqaano ayuu ahaa oo beeshanada aan ka dhalannay oo saddex jilib ah saddexdaa jilibba
ordan nina isugu kulantay oo laga raali noqday ayuu ah waxaanu maleeynaa ayaan hore taariikhtiisa oo fuul la inay sta fm ay akhrisay oo aad looga dhargay oo 15 ayaa la shaqeyn jiray waxay isku mar ahaayeen axmed liibaan waxay isku mar ahaayeen sultaan axmed liibaan iyo muxuu ahaa ninkii la dhigi jiray yidow rooble iyo waxay isku mid ahaayeen hadee adeerkay sultaan maade cali baranwa way saaxiib ahaayeen oo la taliyana isla ahaayeen marka nin sidaa oo saldanadiisa ay waasac tahay nasiib wanaag intuu u shahaayeyna 27 sano aanan ma aragta wax dagaal qabaa'ilada soomaalida dhexdooda uusan ka dhicin ayuu ah diinina ah sheekhna ah waraaq hadda aniga aan hayo 1938 muxuu ahaa uu saxiixay waxaa u qornayd 4 darajo wajeer inuu mayr ka yahay waxaa u qornayd inuu yahay nin sheekh ah waxaa u qornayd nin jiif inuu yahay headman inuu yahay oo ninka u sarreeya qabaa'ilada xagga saldanada waxa ayaa u qornaa iyadoo walaayadiisa markuu waraaqda qoray meeshan iyo Tanganyika ayay daaraneed oo ingiriiska gafnarka meesha joogo maraaqda intuu qorad ayaa xagga ayaa ka ansixi jirtay marka taas oo qoraal ah oo la og yahay raggii maanta caleema saarnaa iyo ama wax ka caleema saara maanta way nool yihiin oo hadda meesha waa laga dhexelayaa la shaqeyn jiray qaarna way dhinteen inta badan rag badan oo badan oo badan oo ogna waa jiraan oo ma aragta taa'iide anigu haddee ma aanan soo gaaray 60 baan dhashay ninkaa suldaan buu ahaa buuxa axmed xasan nuur baa la dhihi jiray aabihi oo xasan ah asna wuu ahaa nin astaan leh oo karaamo badan oo la yaqaano ayuu ahaa weliba wuxuu ku sii dheeraa kolkii suldaanada uu ka baxay xasan nuur uu ka baxay waxaa haddana lagu abaalmarin jiray in uu salaadiinta la qabanayo oo dhanba duubka uu u duubo isaga reer wajeer buu ahaa waxaa loo kaxaysan jiray dooy meesha la yidhaahdo iyo gado waxaa loo kaxaysan jiray markii la caleema saarayay ninkii la dhihi jiray cusmaan geelle oo xagga waama ah boqor cusmaan ninkii raggii ka caleema saaray ayuu ahaa iyo fariciisi oo dhan nin lagu ixtiraamo ayuu ahaa waxaan garanayaa ceel boqoreed ayaa meelba laga siini jiray daw kasta oo dadka xoolaley baa annagana geelley baan ahaan jirnay loona waan dhaqan jirnay yuu ahaa axmed oo boqor ah xasan oo boqor ah nuur caraale ninka la yidhaahdo isagana xasan nuur ha xasan nuur xasan nuurkaas waxaaba la dhihi jiray beesha oo qolyahan reer gadoodka ah ama way igu cusub tahay waanan ka xishoonayaa inaan afqabiil ku hadlo laakiin beesha daaroodka la yidhaaha yaa waxaa la dhihi jiray waa loo dhaaway soomaalida hore dadka waxaa la dhihi jiray intii meel la fariisiiyo warkac bal hebelo adigana inta fariiso adna xagga fariiso adna xagga fariise ninkaan duq ka dhiganayna ama aan madax ka dhiganayno bal qolo walba bal astaantuu leeyahay iyo haddii magac lagu tuso iyo dadku iska xalaal miirad bay ahaayeen oo xalaal cuntay ahaayeen marka waxaa u soo baxay 3 nin oo xasan la yidhaahdo inay madax u noqdaan xasan nuur oo awowgay ah xasan sadiiq oo beesha bareexaanka ah iyo xasan hawiyo oo nimanka cowlaanka la yidhaahdo oo beesha ogaadeen ka tirsan marka nin sidaa loo soo qabto isagana ahaa waa markaa iyada intaanan xataa wajeerba la imaanin bay ahayd gada dhulkaasu ka ahaa beel guud buu ahaa aniga qudhayda kula hadlayo anoo 19 jir ah ayaa taariikhta iyada yaa laigu qabtay oo mar waxaa la yidhi beeshaasoo dhan yaa la yidhi adigoo mar aan xer ah oon baareere joogay wakiil uga noqo maadaama ninkii fariciisa la helayo marka sidaasaan annagu ugu abtirsanaa aniga waxaan ku ahay ninkii 4aad yaan hadda ku ahay 3 waa iga horreysay annagu waxaan ahay ninkii 4aad oo xukunka isaga ee salaadnimada qabto haddii aad su-aasha oo kooban aad i weydisay intaasaan kaaga jawaabina The day of inauguration of crowning the sheikh as the sultan of the Muhammad Suwer community, the ceremony was well organized. Many women preparing mouth watering dishes as the men were ready preparing themselves mentally and physically for the big day ahead. The long waited moment has finally arrived as some of the leaders from the community have started
the ceremony with some words of advice. laga aqbaleen oo noo imaadeen mahad baan horta idin arinayna doorana dad aqbaleen oo fara badan baan qabnaa farihii hore waa ka badannahay laakiin wali waxaad moodaa inay wax si naga yihiin sidaa darteed ilaahay inaan inta ku barino anaa allana naga aqbalo muslim dhibkiisa isuguma imaanin dalkeenna seen iyo diinteenna iyo dadkeenna aan ku dhaqaalayna sidee nabadgelyo aga helnaa ودن كان إن شاء الله ودرك عيسان هبين والبا نبقى هذا أذيك كان نبقى أنت اللي ما ذا رولت الغصوب من هاي رولك أمرك الغصوب بيو هدانا اللي هي الجورت اسكو حرام أو تشرة أو هي وجار صوتها هدانا اللي هي أو دلك مركو قفك في انقوس اللي قد يقنع وهي على اللي قد يميني جيري ذاتك إسلامك لنك إنو يهينين دينت إسلامك يقان dadka ka waxsan u sheegi karo waxsan ku hoggaamin karo waxa xun ka reebi karo daacad ugu shaqayn karo laakiin dawladda waa shacabiga isumana naqaano dalkii waa la soo degay kumayaalo dad baa soo degay dad aan afkiisaba ka sayni baa soo degay dad aad dhulkii ka gadeen idinka oo maaragtay aad baladihiini ka gadeen baa soo degay ban baa lagu qarxinaa laba ajanda haddaan idin sheego oo iigu dhibadeed kolley aniga muru ahaantay duqii alla yaa raxme ee faaya la dhihi jiray axmed diibaan qabrigiisaa bam laga bixi subaxii dambe tangaasaa la sii daayay waxaa la yidhi waxaa la yidhay mudayna waxaa la yidhay cabdille iimaan waa intaa loo sefriyay ma suubinin ciddii duqaa ka dhashana ma suubinin annagana ma suubinin dad baa wax kale ka sara shalay waad arkaysee wasadan waxay ka dhacay waxaan wax ku ognahay maa suuq haddana waxaa ku jirta dad ogaadeenaha dhibkaas yaa suubinahaya fiyongoosiga markaas macnihiisa ma aha intaan geedkan ku sheegna keliya in laga tagee waxaa la rabaa in dadka nin dhex joogo oo u qaadimi karo oo lala qaban karo oo sidan la dhihi karo ood wax u sheegan karta inuu ahaadaa la rabaa inkaasaasaan walaalyaal ula soo baxnay hadalka culimmadaan siini rabaa insha allaahu waxaan rabaa diisow iyo buraanbur iyo waxyaalo fara badan baa meelaha lagu susuubin jiray sida la yeeli jiray inaan intaan meeshan ku ducaysano faatixaad aan ku maranno kadib hidihii dhaqankiina nimankan waa ay rabaan ninka suldaanka laga dhigay waxaa la dhihi jiray saddex shay ninka waa inuu helaa caadil la taliya ah oo kolkeed ninka usha u dhiibto nin caadil oo la taliya ah oo ka reeba waxa xun inuu helaa waa inuu helaa geesi looga cabsado oo la yidhaa sheekh xasan haddaa taabato cumar jibriil geedka geli waa inuu hela taajir hadduu sakal galo ninka waqti qabto taajir ka bixi ilaahay baa kii waxba waa inuu hela leeyahy arrimaha ceenkaas oo kale marka intaba waxaad u keeni kartaa ehelkaada ee tolkaada ayaa islaamka aad ku dhex nooshaa unbaad keeni kartaa waxaan meeshan idin kugu yeerine waddaninimo wajeernimo walaaltinimo islaannimo idinna aad nala qaadaan noo wada shaqeeyo kabna aanu ahaano insha allaahu maanta haddaad isagaad nala qaadaan berri haddii aan bedelno kii ku bedelayno ehenta kale u noqdo nabadgelyadana aan aad aga shaqeyno insha allahu muhiimadda ninkii nabad qaba ayaa naas la nuugu helaa nin nabad qaba ma baahdo haajarka walaalkaad utay wax kale cun shaqaad heli wax walbaa dhihi kara sidaa darteed waxaan idinkugu yeelinay oo xalfadda aan u suubinay inaad hooshaa nagala qayb gashaan noogu ducaysaan isagana ilaahay aan u barino waxa aan aga digaynana adinka naftiin walaalaheenna nin iyo laba aad ku tuurtaan waxa laga rabo maxaa jira haddii mar gurigiisa iyo gurigaada hadda gurigaan ku fadhinana waa guri oo adeen kale leh akarnakiisi waay wixii dhaca nin seega ma jira wixiiba intan waayaba marka haddii la sida ay tahay inaan wixii u kala maarmi karin sababteed ayaanu sidaa idinkugu yeerinay insha allahu wixii aan dhaafayna kolley rag iga cilmi badan oo iga aqli badan baa joogaaye bal sheekh cali qariib sheekh cali o
بقرني مدن أو حواي وواحد في جيل جديد دين الإسلام كان منا يسوع مدي يسوع شروطه إن فرب الله وعلى قد سوريا لما أنا ما قف كل إنه أسجد ضوطم إيه ولا لا ضوطم نكمل مرت أنا قال ضوطمني من علماء وعالم وواي قد ما كتابها مساجد ذاك أخذنا sida awdi dadka maanta waxaad moodaa cadaaladda inay ka dhamaatay ninkan soo culimay yahay inuu cadaaladda uu xidhi doonayaan aad iyo aad u filayna mid kale maxay yeelay hadii hata uu kale xadoo seeda qofka inaad qaban karto yaa laga marmaan ee waan dana qof kale waan hadana qaban karno loona sheegan karo dad asagana ku qabsoomi karo waxna waan hadii iyo dhaqan iyo wax soo jiri jiray walaalaha idinka maxay yeelay hadii qof wiil uu dhasho oo wiilkaasaytu uu maaragtay guldi aabiis oo isuu ku dhasho walaal waqlaa qof laa kiisana walaalkaan uu yiraah ninka waqlaa kiisana waxaan walaalka ogaadeen aan u yeernay haye ninka baad aan boqor noqdo oo boqor qoys uu dhaqdo oo qabiilba uu ka soo fulo inta kale oo walaalka oo maaragtay oo asaga la degan intaasaytu ayada asagana boqor uu noqon uu inuu cadaad ka sameeyo marka waxa waa وحاليا مرة أن أقبل هنا جري سيدي سبو مرة أن أقبل هنا وحوا مرة أن أخر سنة إلي أنت حتى ذا أمي إنه غرق وحمك ما إنه مرة زيت أقبل إنه نقول دويا محيا ذكر عصبة بجوزك كما يهلي سيدا أودي دوا ولا يلسان ينقيرني حران وحاليا يرين أنت درتاو أنت دراو كمان بنا نكر أسوأ وذا أسوأ مزاج كيس جو كتابه أخرنا وقالينا جامن كدك تأمر أركت أنا قدر إلا واتقف جامن نوع أنه جامناي ogaadeen ka dhigtay qoysku ka dhashay kama ayna digin ogaadeenki weyna yaa baragtay yaa ka dhigtay maadaama ninka asaga ogaadeen buu intuu fiiriyay jaaman ka dhigtay inuu qabiilki maanta hoggaamin karo oo horkici kara yaa annaga yaynala noqotay aanan u aragnay marka sheekaasay tuu shacabti iman la yiraahda yaan rabnaa maanta inaan meeshan ku caleema saarna asaga oo ma aragtay guntiisina maanta geedka ay fadhido guntiisa ogaadeen geedka ay fadhido waxa la yiri gujaxa geed wax gunti la geliyay ka weyn maxaa yeelay boqor wax gunti la geliyay ama guri lala tataga ma aha maanta meeshan aan keenay ogaadeen aan horkeenay waan tusnay ayagaaba horaan jeeman ka dhigta annagana maanta xoogaha waa u durjinno oo gurufkaas cabiyaan maraxa uu soo duubnay oo ma aragtaa inaan boqorno ogaadeen waad mahadsantihiin saad u soo jawaabteen oo انت سيتو وحن كسو قابلني هذا الكيغة والكي شا حسن احمي او نعو رمئه غربابين اها ان بضن حدنا انو صور نفض اله انو سعلي يان كسو دبيني شا حسن احمد ورال معن كسو دبيني السلام عليكم عبد الكريم نوع مغانا انا معناها سيدة اوكل اي كود ايدان عداس ايسا ما يشري اباهنا ايغانا راتك اي سوق هذا ان شاء الله تعالى عيد مدح له وميل اتوصن عيد لغاديكو ان شاء الله تعالى انا انا شا عبد مدح نميسي كمحمد ان شاء الله تعالى وان قاعدة نايم حاجرة هذا واحد كلون هاي نو مجرد نين كلون ماذا إحنا من لو يير هذا وماشي يعني ماذا مجرو أسي هذا معناه ياسيد جو ماشي إن شاء الله تعالى سان رجك قبنا إلهي نوح عن أبرينا إنه إله أفوز حل كيسة وحل كان لساري إله أسهل سبحانه وتعالى أفوز محجر وايد بنت أرنت أيده النبي عليه الصلاة والسلام في نوش شيء قيامه مركوسور وعدتك معناها أن دين تلهين إن ماذا لقديكتو النبي وحده عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة hadii ruuxa macnaha amarka loo tiiriyo ruuxaan ehel u ahayn oo aan ku habooneyn ehel aan u ahayn macnaheedu maxay tahay aan meesha ku habooneyn waa ama diin la'aan aan ugu habooneyn diin lahayn ama cadaalad aan lahayn ama dad macnaha meesha nin meesha ku haboon aan ahayn hadii loo dhiibo yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha isugu yiri diyaar waaye dadka muslimiinta waxaa loo baahan yahay nin muslin ah oo hogaamin kara oo madax noqon kara oo cilmigooda iyo diintooda ku hogaamin kara inay madax ka dhigtaan ugu dambeeyana fiican ما هننا الدين لهن أو مالها تكتاعن أو شيدان إن معناه أنك معلوم بعند دورنا حق ما هسيد إيه أما لا دورته لا دورته نينك أسرع قبيل لمن أو دورنا نينا قيمة لهن أو أسرع بعدي سجى بي إن معناه دهنا نينك أسرع ما ده نوع إن ده صح ما أرد إيه مرك إلهي وحن كبرينا إنه إلهي إنه هنونيه سبحانه وتعالى دين تسنو هنونيه يا عبدنا وحن إله أرجينا إنه جان خير قبيل إنه إلهي نون غضب معناه جان تيس إلهي لقولي بنا أرجينا إن شاء الله تعالى شيخنا وسود ويننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أنت أو كوميتينا شامن كأول نقضي يا برشحر لا الله بعدهم بره. حواي نين حقيقة هو كل صوران كرو سقى جرنا يا ما أنا سكر تريب أنا باش كوميتينا إذا أسأل لك يا سو سكر تريب أفعل بسلو قرنى مالي يا خدوا مكان سكر إنه
مالي أنا كبول أنا قا أفعل بأي ذا هالجري لكن إيش قاعد أسوي قنواي إن شاء الله كيل لما هديه أو بيشة محمد عبد الله قبسة محمد سير قبسة بيشة محمد سوير يبيشة أقالين يبيشة أبسمة يبيشة دارت كي أنفع إن شاء الله الله كأنه مرحبا وكبا كلهم كان ماشان وسوق كان كاني من أبشر ولو اللي بانا الله كان وسوق عبد الله أنا ويرتين ورستان كان وسوق جيبي إلهي نوح كبر هنا شيء خاص على نوح كمد هنا جدي بالشيخ كمد هنا وشريته وفاد هنا ده وعبر شو هذا نقول لمن مالها حنا أكسون هاي من مسؤولية وقاضي وقلما واجب كي جدنا كر إنه يهين وأكسون هاي مرك إلهي وحكبر هنا الصغر إلهي حلت هاللود يدي الله حكوك رب قال الله حكوك هالمية حن أدو عصر هنا الشيخ نزايد كان وكوهي كتابوك أخريا الدون كنا من دين الإسلام كحكوه قامي أمبه الرب عين على دين الإسلام وابتي إلهي ونفر إلهي عادل يوسف ونبقى أمرين إن إيضا الوسط ننكي دين الإسلام كقصع ومن كقير بظن وهذا حلول المسؤول يقول لي والله ما بلها إلهي وحنك أكبر يعني حلك الله كل حال إن شاء الله من الله يشاء السلام عليكم حفظنا لو يري هذه يا بني القوم أنت كبعدي وإلهي المهدس ما حد إلهي كل حوطة من العلماء وقادئ هنجري وعالم هذه النص قبلتين غلطة وبعدين وما هتسلتين هاي الواحد بدنا بعلمه ببي ذات كينا العامل أو جاهلين تو واحد بقى قال لأن اللي جن من العلماء هم جرار كي يستعجوا واحد واحد نقب على علماء عنده هذا عمر إحنا لو اللي هون صعدها إنه وإلى المهد متى كلا وقالين أبصموا بتشام النوها أنا عاد نفتي دو حاما موداي إني سلطان وقالين لا يدع معايا لحد هو بيقول أكتايبا وحد مغلي تري ما لا هي بالبعض سلطان سوق بصدق لكن هذا أقولين إنه لم بلو يري أول يري نكن فسلطان أنا نفتي أقولين إنه لم بسلطان هو هذا من إيه لحاني نفتي ملي مكان ما شاء الله في القاب وسوق بصدق واحد سقى الله عصير خمس مالا ما هم مسؤولين كي سوق بصدق سقى ليش عبد خمس مالا باجري فلا جري فلا عصير وسلطان كهاد وبالله توفيق أنا هذا كي أنت صارك أضبط ما سنتي مانتا أضبط وفرح سنة وايو مدد إربان أرنتا يا سوري ضدك قارب حيوم علينا إن حلي مساركي شيخ عبد إيمان إن إيمانت أيتا مانتا من هنا مالمي أن تقي إني هاي دي جارس 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 إيمان إني أبقل في عبد الله أود 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 واق يا إرادة نكن وسلطان كي تسو جيزو هاي هذي وقاديك وجيب كنتي لغن كيابا النقضي لغن كيو السياسي إلا كربحي عضو في عنتهي وانتا أنك دقن بان حيني لكن قداشا سياسة إباتي سياسي واتهدى ماشا نكينتي لكن سيد هاد المزيعة عمر هادك على العالة أوكا لأيك كونتي كينتي ورين فرق بضبا الجهة لازم مركا مال لغو سعره نقول بجيسون يهي أو لغو شيس لغو يهي إلا سميسته ويفي عنته مركا أنا هذا الكيجي عنكو هذا لها نبا يافوق صدي إنه هورتيس بو إنه هورتيس بو هذا الآن ربين شي عالي طب محرم هنا سوق قاريو بار مركا أدبا ضمها سنتين ورأي سنحي سلام عليكم ماشي أنت الوعى المصارع يا سر عبد إيمان ما تنقصوك يبقون حلفت ده لك سوق من قاري مع الفيديو ومع سهيل انت اسكدب شيخ وعن مرينا عنك وقت دير ومرينا دور سنة ومارتي وذين شامن واحد وذين تسخوء ماذي مارتي على قد شامن وذين مركا نين علوم ومارتي أدو نفسنا على قرنا يوحي وانا اي سنين مركي ذين عني حان واحد فاش جامن بين جيسان هاي لان هذا ما نغنيك شامن واحد اللي يربقر على قد قاعد ملو الجوة مرحا أسين هو بور يعني هذا حمام هنا تعوى على الدواء كفر أحسن هاي يا قناة سن ليك رجينا نحكي إيه ما في اللقب طبعا ما في رجينا
أنا كنا وانقرب تاجنا هاي وأنا كوفر حسنا وأنا عند الله بحناي مرتا إن كسركيز قلتوا وما أرتاي وغزيل ما أرتاي وقالي الله كده وحي لرد وهذا بنوفي حالي وحي تهن بدي يحول عيني وغزيل ونكا عن لوبة دي بقر يافعنا هذا بحي وأنا تاسوا اللقاء ومونا سوا اللقاء وحي لي وقت هذا مقبل جوا ما عندو لان سوالي أنا بعد إيجري إنكو علومة أجين تقرنا يا عم عدالة تقرنا إني واحد لوجه مواقف يافي عن وادي ونكسن وما كان معطي ويح الو عرة على قليل يتمشي هالو عرة ما شد علومة إنه عرة واي من علومة دي ما تضيعنونا على مصاري معطي ونكفر حسن وانا قلت تاجن هاي أنا هالجيز سلام عليكم مسؤول شرف إني مع البصر يسر على وضيعه أنا وامجد وحال علي لي محمد زمير بو سلطان اللي هي مصر هاي بو سلطان فما لا مغري كاس حال الان كاس اسو نكاس شي عبد الايمان قالوتي مرتي هورينا كامل غادي بوها حتى السلطان محمد زمير بو سوق هذا ان سوق هذا حتى وان ولا قادن ان دهدان سقال يا اخي سر وان ولا قيبسنا هنا هذا ابا كما قال وحنا سالنا كو سو كان ان هل هذا دخل الاسلام اسمان مدو الاسلام شعال الاسلام ما هذا عيد الاسلام انا عمر جبريل وحنا هي sagaalayaalkii shee abdi iiman way dumar naga maqan yihiin nimankii kale sagaal nin baan sagaal u qabannay niman baan hadda joogin oo safar ku maqan abdulle isbaani asaaqay ka sameeyay waxaan ku sheegay rabna dadkaas markaan soo qabanay iska ma soo qabanay intaan baarnay yaan waxaan aragnay anaga naga bilaaw ba mooja idinka walaalaheena هوشان ندي يدنا هانجي إنا يلي الدنيا إلى آن هلو إسكو تشي إيا ودا تشي أو داعدة إيا داد آن لهن هجان هو أدين كرنا أو هدي قلت آن قلنا دينة إسلام هاليري إلا هي قرآن كيسو خلنا أبو شيء لذي قانو شيء يا علماء دا ما هم نترين وح أن هداد إسكو قبسة تام إنت الله نغني الله إيو ورسول سمين ننك مرك هدو روحي بفهن سنين مسؤول بديت هاي الأموال والبعراء والوان كجري كم حانده كرنا كتب كقرب كهذا السلون من شيء هيا أو إلهي وكو شيء غادي أو الله وكبره علماء الله أي اللي رغبين ما لها علماء نكاساسا كسو قادني أنا قاس أدر كيسان هي نمن كلو مغان أو سقال أو عبد الله عثمان إساق نسقال وحي وحي سقال ليال حدي أي نب كينا كليو كمدعي دعي ونغو ودعي وقادن حبي أو كأنه والله كرسنا إذا كانوا أنا كمرك يهرا هربتان كائن شن يطبعن إنتان كدهم جري الله كين به جري الله كين مقابل الله كين حلو جري إنت كين أنا سايع لهم تستوى عن دهني بقرتي مما جينا يا قالنا العدة وعدهم قروين يا الذين فالوقت أو يرني حد إذا كسك بالله هذا ولا إله إلا الله إذا كرتنا أنت تدرس تيرادي كذا سلا إنت أسان النقطة وهي تاريخ أي وجه عارف شو نظامك اللهم لها نك على أنك علني إن شاء الله هل يرنا وان الدين شجرها سدح أري أو برام بره أي سدح أو أري أو دي سوي أو هدي هذا كان كي يقولش أنا قعد صدق أنا كان نفتي دوحان أدو كل صورة سدر أنت الدين كان هذا الشام مسبوط إنسان أنا كان عصاي يلا دتك منكر بام واحد قوتني حق الدين أنت على الله أنا إنسان كده أي سنة هم لكن ويلش وهذا اللي يري 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 وهاي ده اللي مشي عربنا واحد ولا شيء فقر كان مركي هرو اللي قبل جري محاكر يا بنا محان أفرنا محال ودور جري محان إنك هدي أنت أي ذا اللي جوا يا عالم ثلاثة بالودر جري أيوة ماشى الو بقرة محال وسوب جري أي أنا الوسوب جري دي سو في أمر برام كل فيها ماشى نقصوا كله ما لو كدا هنا حبضوا يا حبضوا ayaan rabnaa oo ka meesha oo ka dhashay family oo ka dhashay waxyaalaha inaan wax ka taabto ayaan doonayaa walaalayaal
شيخ عبد الإيمان أنا كما أن سوق قادم وحنا كسوق قادم راد راد أيام كسوق قادم راد أكسنتين سومالي ذا مركي أي واحد بخري جرتين بورتوي ذا راد أي ليه ذا إلى راعه واسيد قرسي وحولها واحد لو قرنا شيخ عبد الإيمان أوجز أحمد نور عرالة كن إسقال بقول إلا وطن إيشانكي ومدة هذا اللي جو نور إسقاشن سنة أي جرجرت محمد سيرو هلك جوكت أي كون شفتوي دوبتي ما شاء أيو كسو جدا هرت الناس اللي جبرتني مديت وح أنا ما أنت عسك سو قادني أما ننجع ليش ما بقرتوي أنت سو جرتي أيو شيخ كسو جدا مركا أنت رعنو مركا وقتك إن شاء الله تعالى لقمن جرب بقرينته ما أنت مركو حنو كلفي وقتك وعصر النقضي واحد ديجيتال اللي يراه أو ماذي dalanti oo ma aratay oo aad u maleysaa dhaqanka inay ka dhumeyso cadaalad oo meesha ka baxday taa ayaanu nagu kaliftay inaannu doono boqortooyada rasmigeed oo la aqaalay nasligeed ee meesha ka soo jeedo ayaa nagu kaliftay shaqo inaan doono ko Soomaalida marka ay wax boqri jirtay marka ilo duqa ilmo badan oo dhali kara ilmo badan oo dhali kara ilmaha duqo oo dhali boqorku oo dhali hadan dhaxwada la si qoorin jir warkee diin aqaan kee akhyaar kee degan kee dulqaad leh waxyaalaha sa lagu raadin jir reer axmed nuur aqaal waa beelo aad u weyn oo qabiil ah markii aanu sahminay aanu furfiirinay sifalkii wax lagu soo qaadi jirayna aan eegnay xaq diimeed xaq dulqaad xaq deed xaq talo intiba uu kaamil sheekh abdiima intaanu anaga aan soo qaadanin ayaa sanadkii 2019kii bishii lixaad ogaadeen intuu fariistay bidax ee madag uu fiiray uu is eegay ay yiraahdo alayle sheekh abdi iimaana ku haboon in chairman kooda laga dhigo war soo saama aheen soo saama aheen markii horta raad raacaas ayaan u soo qaadanay sheekh sheekha awluhu waan nin culume wuxuu ka soo baxay jaamacadda Bardheer oo xirnimada wuxuuna aad ugu takhallusay fiqiga ayuu aad ugu takhallusay quraankana waa nin mufti oo quraanka aqaan xafidul quraan mid kale hadda wuxuu ka soo baxay oo degree ka soo qaatay jaamacadda muslimka oo dika islamic law marka runtii sida culimada ay sheegeen ninka waxaan u soo qaadanay waa nin diintan wax ka kasaay muslimka sharciga lagu maamuli lahay wax ka taabiyan wax ka kasaay xeer iyo dhaqanka Soomaalida ay leheedna aqaanu wixii kale oo Soomaalida ay ka dooni jirtay madaxnimana kaamil ku ah dhaxjoogana dadkiisana dhaxjoog kuna dhaxdhaqday kuna dhaxdhalay kuna dhaxnool oo maanta meel la noo doonay ana dheeri war boqorka inta uu kacay intaas aan horta aan u soo qaadanay wadaadku insha Allahu ta'ala haddana hadiiba beeladii ogaadeen oo shalay ka dhigatay jaaminka maanta ay kaamil ku tahay meesha ayna nala ogolaadeen na ayideen inay maanta xafladda noo soo qayb galaan walaal qabow waa aniga waad ku maasantiin walaal marka hadda waxaan rabnaa waqtigii asr kana waa nagu soo dhow yahay inaan wadaadkii ku caleemo shubno markaan ku caano shubno kabacdi haddana aan caleemo saarno oo boortinimada aan u caleemo saarno marka waxaana ka codsanaynaa marka ma aragtaayo in ma aragtay horta wadaadkii aan xambaarno Oh, my God.
حلك عاد صارتنا إلهينا وحال إذن كبر يا إذن كان كوبي مدعى الله بحذين وسلطان ماذا كوبي كل روب الله هذا كديه آمين كوبا ومضاها ما عرفتي عاد كل سعطان الله هذا كديه آمين كوبا صومالي ذا مالي جوان أتحري لسان الدولة يضدك يضلك نحدين أضحكوا قبسطان الله هذا كديه آمين أنا قال الله يعلم آمين, آمين. وحان كل كايدي انت كاكبحيا أنيقا ويل مركهوري نيكي دالي أمبا أبحيا مقع مركو دشو مركا كدن بأيام آرتي لوق بيا دير وقرداد ديا هذا رفيعا مركا مركي للي هادو من قوسوا هو يوكيم هادي داقن كأيام ماشا مري حالو حالغايا باشا قبود إلي اسكسوا قبسن ويسو oo beesho hoose ay soo bixiso si dhaqanka u asaas waa marka hadii beesha saab ma ku soo gudbay laakiin sidii aad tireen ragina sharafta la haaji barre iyo walaalkay maday iyo walaalkay abdi bedel iyo walaalkay sheekh xasan iyo walaalkay nur arab sida dhahdeen saasa ku shaqeyna ani insha Allah ta'ala taas aad arab hadan arab تاسن كوشا غينا كوشا واوشا دي ديبتين افرت اللفوضة افرت اللفوضة وحكسوك نين علماء بابا دح استاقي كرام اسو توشا هدنا بريان وحال الموضة نوال بابا إلو اسكسو عليه مسار وقوزك دح ديسة بطرت لقو قلو مركا وحينا كبريا مدة قوت انا هاد معرفة اتكيسان انت نهد اي كينا انت هذاك الات كينتان تلا اندب اسوكو نقرنو sidii uu sheegay walaalkay bedel oo kale aan gudoomino waxaan ma aha inaan dadka ugu aqli badanahay sayidara Abu Bakar markii la doortay oo wuxuu yiri aniga ninka xoog galena wuxuu yiri inuu dadka boodo ma doona ninka laciifkana in lagu istaago ma rabo insha Allah ta'ala wal usbra reebi doona afarta lafood waxaan raacaya oo taariikhdooda qoray oo wax ka ogahay sidii adeerkay uu yeeli jiray muxuu ahaa Cabdi Oogle sida adeerkay uu yeeli jiray muxuu ahaa Maadi Cali sida adeerkay Sheekh Faarax uu yeeli jiray sida adeerkay Iimaan uu yeeli jiray in iyo adeerada ila joogan sida ay ku wadi jireen ayaan insha Allah ta'ala yaan raaciya oo fiirinaya waxaan rajaynaa bulshada inay noqoto bulsho laga haybeesto insha Allah ta'ala ayaa maartay dadku waxayna dumarka ka shaqeynin wax shaqeynaya male marka inaad sharfoonaataan oo aad gabdha aad loo doonayo oo maare la shaqsheegayo adduunka bini'aadanka waa qayim qayimka hadduu kaa tago waa bas marka insha allahu tacaala qayimkaas ayaan wadi doonaa taas ayaan daadihin doonaa xiriirka annaga iyo dowladda kenya aan leenahay muxuu ahaa bulshadan ogaadeen waan hagaajinaya haduu ilaahay fadhigana inta aan fadhiyo bal waxa ay tahay waxaa wey dadka la magacaabay sagaalayaasha diyaar ma yahay leedahay hada guuleed waxa hadda hadda dadka hadda la magacaabay marka kubi hadda la magacaabayna waan shay waan u sheegayna kuwa kalena waan u sheegi doonaa insha Allah ta'ala taas waxay ku tusaysaa inay dadka in xariirkanaga uu hagaagi doono aniga iyo Soomaalida kalena anaga iyo Soomaalida kalena way hagaagi doonaan insha Allah ta'ala maadaama aan sheekhu aha kuwa wajir dagan kuwa mooyala dagan kuwa xuduuda aan leenahay oo sheekh markii horeba daaci aan aha waxaad arki doontaan iyadoo baadeenada meel walba laga soo qabanayo oo gabdhahanaga iyo muxuu ahaa makastanada aynan dalabaan noqon doonin oo dii la dhawn ninkan waa cidaas meel ay ku soo horeeyta ay lahaan doonaan hadii Ilaahay idmo aynan ooyni doonin salaam alaykum